اوكي الحين بعد العشاء راح اكلمكم عن موقع انتو تعشقونه اللي هو Bath & Body Works. الموقع هذا كلنا نعرفه واصلا ننطر عروضهم ناطر لان منتجاتهم تتنن. حق اللي ما يعرف Bath & Body Works هو عباره عن موقع في كل منتجات تخص العناية بالجسم، من معطرات حق الجسم، بادي لوشن، شاور جيل. Bath & Body Works عبارة عن موقع كله منتجات عناية بالجسم، من روايح، من كريمات، ويعني روايح تينا على ستروبري، على ما أدري شنو، على دلع 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 كل دلع. وعندهم بعد شري عرفت سوالف المجموعات حق الهدية هدايا، فوايد ناس من يصير عندهم مناسبة على طول Bath & Body Works أكيد مسوي كذي ستات حلوة حق الهدايا، فوايد راح تبون منتجاتهم أكيد. كلنا عندنا Bath & Body لازم بيتنا، عندنا لازم لو لوشن، لو بدي سبراي، لو أي شيء، لو شمعة منها كلنا ما نستر عندنا، هم أصلا دائما يسوون عروض. فالحين عندي لكم خصم 10% حق اللي يستخدم هذا الكود. في شيء وايد حلو، التوصيل مجاني حق السعودية والإمارات، هذا العرض حق السعودية والإمارات، توصيل مجاني أهل السعودية وأهل الإمارات. راح أحط لكم الروابط اللي تطلبون منها، كل موقع راح أحط لكم إياه يخص السعودية والإمارات، راح أكتب لكم الحين عشان لا تتلخبط. مجاني أهل السعودية وأهل الإمارات، راح أحط لكم الروابط اللي تطلبون منها، كل موقع راح أحط لكم إياه يخص السعودية والإمارات، راح أكتب لكم الحين عشان لا تلخبطوا. والحين راح ندخل نتسوق واستخدموا الكود هذا IIS عشان تحصلون على الخصم 10%. عليكم ألف عافية، راح أنزل لكم الحين الموقع. قاعدة تسوق، شوفوا شوفوا الدلع، شوفوا الخصومات الكبيرة، هذه أكبر العروض حق الموقع السعودي. شوفوا الخصومات من 85 ريال صار 29 وعلى 20 ريال، شوفوا شمعة ينن وايد جلات حلوة في اللي عندهم، في اللي عندهم مفضلات من Bath & Body Works، فصراحة فنانين بالخصومات. واو الأشماء، رفعوا الشاشة فوق راح يدخلكم على هذا الموقع، شوفوا كله شموع بثلاث فتايل على 59 ريال كلهم على رفعوا الشاشة فوق راح يدخلكم على هذا الموقع، شوفوا كله شموع بثلاث فتايل على 59 ريال كلهم على 59 ريال الأشكال تينن. لا تنسون كود الخصم مالي، وعلى فكرة أنا في شغلة بوضحها، التوصيل مجاني بس حق الطلبات اللي أكثر من 17 ريال، ركزوا على هالنقطة. ينننون ينننون، هذا الصابون حق الإيد كل الأنواع عليهم خصم 52%، كلهم على 20 ريال. الدنيا حلوة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.